اوكي وي ار اون. اليوم تاريخ 26 سبتمبر 2019، هذه الحلقة 15 من The Wahab Experience Podcast. اوكي حلقة 15. اليوم موضوع انا مو محضر له كلش، يعني ما كنت اصلا بسوي بودكاست اليوم، بس قلت خليني اسويه لان الموضوع صار له كم يوم قاعد افكر فيه، وعساس اني بكتب عنه عشان اسوي البودكاست او احضر له بس ما حضرته. فقلت اني بسوي البودكاست هذا شويه ممكن يكون اكثر من الحلقات الثانيه، وابي اتكلم بدون لا افكر شنو بتكلم قبل تبلش البودكاست. فيعني الماتيريال از رو از جيتس، ما في اي اديت، ما في اي شيء. الموضوع هو هل احنا نعتقد ان الاراء الاخرين ياثرون علينا؟ وطبعا في ناس راح يقول لك ايه، في ناس يقول لك لا، في ناس يقول لك انا والله ما همني شنو الناس يقولون عني، ولا ما همني الناس شلون يشوفوني وهالاشياء. في ناس يقول لك لا انا والله وايد قاعد اتاثر ويعترف فيها. بكل الحالتين انا اعتقد ان الناس ممكن يشوفونها من جهات مختلفه لاسباب مختلفه. فاحنا لازم نفهم ان الردود على هالسؤال ما هي لوجيكال 100% كثر ما هي ان انا شنو الاكسبيرينس مالتي، شنو الريزن، شنو الاحساس اللي ودي احسه عن نفسي as it relates to this topic. So therefore انا راح اتكلم او اقول او اجاوب بطريقه اللي تعزز صورتي الذاتيه اللي انا اوريدي رسمتها عن نفسي ببالي. فالجواب بالنسبه لي انا ما يعني وايد صعب ان واحد يقول لك اي الناس ما ياثرون فيني وكلام الناس ما ياثر فيني وكل هالاشياء 100%، لان انا اعتقد ان بنهايه اليوم احنا كائنات social humans are social beings. ايه صح. فما نقدر نقول ما احنا اصلا حياتنا كلها تحوم حول اعتقادات الاخرين حقنا، والاعتقادات اللي احنا نملكها او نفكر فيها او نحاول ان نمارسها بشكل يومي هي جاية من ناس، انتقلت الينا من ناس. فاحنا ما نقدر ان نقول لا والله أنا الناس اللي قاعد يقولونه وopinion لا آراء الآخرين ما تأثر فيني. بالعكس أحس إنك يعني قاعد تكذب على نفسك إذا قاعد تقول هالحكي. آراء الآخرين تكذب عليك، تكذب عليك، آراء الآخرين تأثر فيك. وعلى أساسها طبعا في مستويات من التأثير. في ناس يكون مستوى غير صحي، مستوى تأثير آراء الآخرين على حياته غير صحي، صحي 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 لأنه هو تأثير. في ناس لا عادي الآراء يعني تأثر عليهم بس مو 100%. فما أعرف شنو تعريف شنو صحي مو صحي، ما أدري يعني ما شيء هذا ما يقاس. بس أنا أعتقد إن هو في أنواع من الآراء اللي ممكن نخليها تأثر علينا، وفي أنواع ما تخليها تأثر علينا. بعدين إحنا حياتنا لما نمارسها بشكل يومي عادي إن تكون متأثرة بآراء الناس، بس ما تكون آراء الناس هي القوة الوحيدة اللي قاعد تشدنا بجهة أو أخرى. يعني في ناس أنا أعرفهم كل اللي يسوونه لأنه يبون يتحكمون بشنو الناس ممكن يقولون عنهم عقب ما يسوون هالفعل، أو يقولون هالشغلة اللي بيقولونها، أو يلبسون اللبس اللي يلبسونه، أو حتى مثلا بالسوشيال ميديا وايد تلاقيها الناس يسوون بوست حق شيء عشان يبينون صورة عن نفسهم، وعلى أساسها هم قاعد يحاولون أن يتحكمون بآراء الناس عن هالصورة. فإحنا قاعد نتحكم باللي ممكن يصير يعني نتيجة أفعالنا أو إيه يعني هذا فهمتوها. فأنا المفروض أنا أشوف إن إحنا لازم أول شيء ما نتحكم بآراء الناس، خلها مثل ما هي. إحنا ممكن نأخذها، ممكن ندرسها، ممكن نناقشها، وبعدين نشوف شنو اللي يفيدنا نأخذه واللي ما يفيدنا نخليه. بس أنا ما أشوف يعني أنا بوجهة نظري الطريقة الصحيحة عشان نفكر بهالموضوع وعشان نجاوبه إن نقول إيه إحنا نتأثر بآراء الناس، بس إحنا نتأثر فيما بعد. يعني مثلا انا مو اقول ما بي اجرب شيء جديد لان اخاف ان الناس يقولون عني كذي، بس عقب ما اسوي شغله اذا الناس قالوا عني مثلا اوه كان وايد زين كان وايد مو زين، انا ممكن اخذ هذا الفيدباك واشوف اذا هو valid ولا بس كذي. لان في مرات وايد يعني مع احترامي حق الكل، بس الفيدباك اللي تعطيني اياه اذا مو مدعم بلوجيك وريزنز فانت ممكن تكون تبي تطيحني. يعني ما فما انا مو لا اسمع الفيدباك مالك، او ممكن اسمعه بس مو لا يعني مثل ما يقولون دخل باذون طلع من الأذن الثانية. ما أدري إذا يقولونها بهالطريقة، بس يعني في مثل يقول لك إنه لا تسمع كلام الناس فخليه تدخل من صوب وتطلع من صوب ثاني. المهم الوايد ناس لما يقول لك لا أنا والله ما تأثر فيني آراء الناس، أنا أشوف إنه هو تأثر فيه وايد
لدرجة انه هو قاعد يقول انه هي ما تأثر فيني. هي تأثر فيك، ما حد ما تأثر فيه، بس على الأقل بوجهة نظري أنا ما حد ما تأثر فيه. بس الشيء لازم نفرق فيه انه هو تأثير صحيح او تأثير صحي او غير صحي. فواحدة من الأشياء اللي مثلا أنا وايد ألاحظها بالناس انه يلبسون الأشياء اللي ممكن تخلي الغير يعطيهم رأي إيجابي عن اللي لابسينه، ما يلبسون اللي هم يبونه. فإحنا لما مثلا ألبس شيء مو حلو بوجهة نظر الآخرين بس هو بوجهة نظري أنا حلو، المفروض أنا لما حيقول لي أوه هذا مو حلو أقول له إيه صح كلامك، هو ممكن بوجهة نظرك يكون مو حلو بس بوجهة نظري أنا أشوفه إنه وايد حلو، وأنا بما أني أنا أؤمن بهالشيء بالأصح مني أني أنا أتبع تفكيري، لأن أنا إنسان مستقل وما أخلي وما أحاول أني ألبس شيء عشان أأثر على تأثيرك. أنا I appreciate الفيدباك مالك و I will look into it، بس I'm not gonna use your feedback to start my behavior. فإحنا بداية التصرف أو القول أو الفعل لازم ما تكون متأثرة بكلام الناس أو آراء الناس. عقب ما تسويه ما في مشكلة أنك تأخذ الآراء وتشوفها صحيحة أم غير صحيحة، تستقبلها أو ترفضها، بس خلال ما أنت قاعد تسوي الفعل نفسه أو قصدي قبل تسويه المفروض القرار مالك يكون ما هو متأثر بشنو آراء الناس ممكن تنقال عنك. طبعا اللي قاعد أقوله وايد شيء وايد صعب، حتى أنا شخصيا ما أعرف أسويه ولا أدري شلون ممكن تسويه ولا أدري إذا ممكن أحد يسويه أصلا. بس لأن يعني أنا بشكل يومي آراء الناس أسوق سيارة بطريقة معينة عشان ما أبي الناس يقولون أوه طح هذا شي قاعد يسوق بهالطريقة، فأنا أردي قاعد أخفف مثلا سرعتي أو قاعد أدوس من سرعتي عشان أتحكم بآراء الناس. أنا عن نفسي مثلا حتى بالبودكاست الحين اللي قاعد أسويه أنا ممكن أطرح الفكر مالي بطريقة معينة عشان أبي أتحكم بردة فعل الناس. طبعا في وايد أمثلة ثانية ممكن أعطيها عن حياتي مثل لبسي، قصة شعري، طريقة كلامي، مشيتي، كلها نوعا ما قاعد أحاول أسويها بطريقة اللي قاعد أمهد أني أتحكم بالآراء. فأنا مثل ما تقول قاعد أجهز دواء قبل فلعة، بس هو المفروض أنك لا، أنت سوي اللي تبي تسويه واخذ الآراء، يازلك يازلك ما يازلك كيفك، بس ترد أنت من نهاية اليوم لازم تسوي اللي أنت تبيه، لأن أنت عايش مع نفسك، أنت اللي قاعد تشوف نفسك بالمنظرة، أنت اللي تعرف نفسك أكثر من كل الناس، وبنهاية اليوم هي حياتك. فأنت 70 سنة عايشة حق نفسك، تبي تسوي اللي الناس يقولونه، فأنت يعني نوعا ما قاعد بدال أنت تصير يعني كنا فيلم يقوم يقلد فيلم ثاني. إذا ليش كل فيلم مفروض يكون قصته غير عن فيلم ثاني أو فكرته غير؟ فبنفس الطريقة أنا أشوف إن إحنا ممكن نحاول إن ما نخلي الآراء تأثر فينا، بس ما أعتقد إن 100% نقدر نوصل لها. وفي نوع صحي من تقبل تغيير التصرف بسبب آراء الآخرين، وفي نوع مو صحي. فلازم we don't obsess over آراء الآخرين، بس we should take them into consideration. بس خلصنا هذا الموضوع. طبعا أنا حدي ما فتشت الموضوع بس جي على السريع. بودكاست 15 راح أسوي له أبلود توقع باتر، ما أدري، هنشوف إن شاء الله باتر. وبس see you guys next episode، وتصبحون على خير أو صباح الخير.